السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله جاني سؤال فيما يخص زيت الباور او زيت الاسيستي او زيت الهيدروليك في بعض السيارات اللي ما يكونش فيها احيانا. هو فما نوعين في الدريكسيون اسيستي، يعني في الفولون اللي هو يسوق به هذاك، فما نوعين، فما نوع الكتريك فما نوع كهربائي ونوع بالزيت. باش تثبت اللي انت المشكله، يعني العمليه عندك زيت باور او عندك زيت اسيستي ولا لابد تلقى المدخن تاع الاسيستي هذه. هما تلقاها فيها خمس حاجات او اربع حاجات، الاغلبيه هما الاربع حاجات. تلقى الاسيستي هذه وتلقى الدينامو وتلقى المكيف وتلقى المحرك. اذا كان لقيت ثلاثه بركه، معناتها راهي ما فيهاش اسيستي او الاسيستي في الالكتريك ما فيهاش، يعني هيدروليك معناتها الهيدروليك كهربائي في وسط السياره. هذا نوع خاطر باش تثبت لابد تلقى. شوف هذه مثلا، شفتوا هنا، شوف الاسيستي وين جايه، جايه في الوسط، فوق منها الدينامو، تحت منها المكيف. ديما تلقى اربع قطع، اربع قطع. اذا كان لقيت ثلاثه قطع بركه، معناتها راهي مش مكيفه. مثلا كما هذه قطعتين بركه، هذه لا هي مكيفه، هذه لا هي مكيفه ولا هي اسيستي، هذه قطعتين بركه فيها. مثلا نشوف الفيات، شفتها في الفيات، خاطر الفولون تاعها كهربائي، الاسيستي تاعها كهربائي. تلقى فيها، تلقى فيها الدينامو وتلقى فيها المكيف وتلقى فيها المحرك اللي هما باش يتعامل معاه فقط، ما فيهاش. هذه بالعكس اللي هي فيها الكل، هذه شفتوها، هذه حتى من مضخة الماء معاهم، شفتوها، هذه حتى من مضخة الماء معاهم، شفتو الاسيستي والمكيف والموتور ومضخة الماء والدينامو، يعني حتى مضخة الماء معاهم. هذه كيف كيف رينوز، هذا هذه الاسيستي، هذه نتاع الباور، هذه الدينامو، هذه المكيف، وهذه البولي العادية اللي هي نتاع الموتور. بالنسبة لبعض السيارات اللي فيها يعني اسيستي كهربائي، ماكش تلقى مكان لا تلقى مضخة الاسيستي اللي هي بومب اسيستي، ولا يعني مضخة الباور، ولا تلقى فيها خزان تاع الزيت نتاع الباور، يعني تلقى فيها، لأن يبدو الخزان يبدا ظاهر في مكان معين من فوق، هذا نتاع الماء مثلا، تلقى هذه نتاع زيت الفرامل، تلقى مكان آخر هنا مثلا فيه زيت الاسيستي أو الباور، وتلقى مثلا هنا زيت الماء نتاع المساحات. لابد أن كان سيارتك فيها زيت اسيستي، لابد باش تلقى بوشون زايد في مع البوشونات الآخرين القدم اللي موجودين نتاع العادي، زيت الماء والزيت المحرك والزيت الفرامل وكل الحاجة هذيك. يعني لابد باش تلقى يعني مكان فيه تحط فيه الزيت الاسيستي. مادام ما لقيتش حتى مكان فيه بوشون تاع زيت الاسيستي، يعني تاع زيت الباور، معناتها السيارة نتاعك يا اما ما فيهاش مرة واحدة اذا كان اونسيان، اذا كان من النوع القديم، يا اما ما فيهاش مرة واحدة، يا اما اذا كان هي من موديل نوفو موديل، نقولوا احنا السيارات الحديثة، تلقى الاسيستي هو في الالكترونيك في الفولون طول. بالنسبة اللي هما الدريكسي نتاعهم يعني كهربائي، عمليتهم سهلة ما فيها شيء. الكهربائي مجرد ما انت تفتح فممنوع، مجرد ما تفتح انت الكونتاكتك، مجرد ما تفتح الكونتاكت الدريكسيون يسرح، شفتوا يولي حلوة، يولي حلوة ناحية كونتاكت، ناحية كارت مكانة يولي حجرة، يولي حجرة. هذا معناتها الاسيستي نتاعو كهربائي ماهوش الكتريك، يعني شفتوه مش عفوا ماهوش زيت، هذا كهربائي. مجرد ما تحط كونتاكت، شفت، مجرد ما تحط كونتاكت يولي حلوة، يولي ساهل، هذا يسمى كهربائي. كيفاش نعرف سيارتي انا الديريكسيون نتاعها كهربائي ولا عادي؟ اذا كان حليت كونتاكت انا والفلون ولا ساهل هكا، معناتها سيارتي الكهربائي، ما فيهاش مضخة باور، ما فيهاش بومب اسيستي، وما فيهاش زيت اسيستي، لان الزيت الاسيستي يعملوه كان في السيارات اللي هي فيها الاسيستي. اذا كان انا فتحت الكونتاكت وما تحلش هذايا، وزدت شغلت المحرك، ما عاد شغل المحرك تولي هذه سهله، تولي سهله، هذاك وقتها عندي مضخة باور او مضخة
اسيسي او بامب اسيسي في المحرك من قدام. مجرد من يشتغل المحرك يدور الزيت في كريمير وفي الاماكن الكلها يشغل لي ديريكسيون، يشغل لي هذه الفولون. هذاك الفرق ما بين الكهربائي واللي بالزيت. ونلقى ديما فما علبه نتاع زيت على جنب يسموها علبه الاسيستي او خزان زيت الاسيستي، عملوها هي بالزيت نفسها، هي نفسها بالزيت، لكن الزيت يخدم هنا في الراس ويدخل للكاميرا يمشي يمين ويسار مع عادش امورتيسير على برا، مع عادش امورتيسير على برا. ما عادش امورتيسير على برا، ولت يعني فيها الزيت يدخل داخل الكريمير داخل السكاتون هنا يدور بالراس هذايا كيما يدور هكا يمين ويسار بالزيت، ويدخل هنا عند دخول وخروج الزيت اللي هما هذوما اثنين. عند واحدة اللي دخل الزيت لازم تكون بالفيتاج خاطر فيها ضغط، واللي ترجع عادية مش مشكلة ما فيها شيء. هذوما الزوز يدخلوا الزيت للسكاتول أو الكريمير ويخرجوا منها وتدخل الزيت في وسط الكريمير الداخل، بعد ما يدور هنا في وسط هذا. هذه تو المرحلة الثالثة، يعني استغنوا على مرسال ذاك اللي برا وحطوا الزيت داخل الكريمير. يعني هذه المرحلة الثالثة اللي عملوها. بعد غيروها كهربائية، بعد غيروها كهربائية، ولت هي نفس هذيك العادية هذه، نحو الزيت ونحو كل شيء، ما عادش فما زيت، ولت فيها محرك اللي هو موتور، موتور هذايا وقت أنت تحرك البنو يمين يسار فيها كارطة، فيها حاجات تخدم المحرك هذايا يدور يعني يعاون بسرعة دوران السكاتول أو الكريمير يمين يسار. هذه الكهرباء، الكهرباء صنعوا منها أنواع، تنوريك من نوع آخر. هذه يعني كلهم العملية هذه كلها صارت في كريمير كلها، يعني ما خرجوش من كريمير، هم قاعدوا ديما في الكريمير. من بعد العملية هذه متاع الكهرباء اللي هي سهلوا بها الأمور، عملوا الكهرباء، عملوا الكهرباء كلها في الفولون نفسها، كلها في الفولون نفسها عملوها، يعني الكهرباء كلها في الفولون نفسها، يعني هنا عملوها وعملوا معها الكريمير العادية اللي هي رجعوا معها الكريمير القديمة العادية اللي أول ما صنعوها كيف هي تشبهها، عملوا معها هذه. يعني شو ولا عندنا؟ ولا عندنا موتور هنا في الفولون، يعني في الكولون هنا كل شيء سهل، هنا يولي هنا العمليه سهله كانها سيستيك كانها هيدروليك، هي الكترونيك، هي تخدم مع هذه، يدور هذه عاديه خاطر مع واحده عاديه، ما يتلاقوش الكترونيك والالكترونيك ولا زيت الكترونيك، لازم تكون هنا الكترونيك تكون الكاميرا عاديه ما تكونش الكترونيك، اللي هي كريمير تركب في الاخر هنا. شوفوا هنا تركب، هنا تركب في المكان هذا. هذه الالكترونيك اللي هي هذه مثلا تركب هنا، هذه كريمير كانها راكبة السيارة، هذه تركب هنا توخ هنا هكاكا المكان هذا ويدور الفولون وتمشي. هذا سيستم الكترونيك في الفولون، يعني ما عاش في ال... لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.